من هنا انطلقت أولى الإصابات بفيروس كورونا، ومن هنا أيضا انطلقت حملات التطعيم. واليوم يتسابق العالم والحكومات لتطعيم عدد كبير من الأفراد، حيث تلقى مليار شخص جرعات اللقاحات المضادة لفيروس منذ كانون الأول ديسمبر 2020. تسابقت دول عدة في تطعيم سكانها، حيث تصدرت كندا قائمة الحكومات التي نجحت في تطعيم ما يقارب 60% من السكان الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل. أما في بريطانيا فيتعدى الذين تلقوا التلقيح 50% من السكان، فيما بلغ عددهم 51% في الولايات المتحدة التي بدأت برسم خطة توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة. نحن نجحنا في توفير اللقاحات الكافية للأمريكيين، ونعمل الآن على التبرع بكميات إضافية لدول أخرى، كما نشجع باقي الدول على اتباع هذه المبادرة. الرئيس بايدن أمر بتوزيع 80 مليون جرعة نهاية شهر يونيو الجاري. مبادرة كوفاكس لإتاحة لقاحات كوفيد 19 للدول الفقيرة استطاعت جمع 2.4 مليار دولار من مانحين دوليين، لكنها لا تزال تكافح للحصول على المزيد من الجرعات لمساعدة هذه الدول على مواجهة تفشي الفيروس، خصوصا في القارة الإفريقية التي تلقت 2% فقط من سكانها جرعة واحدة من اللقاح على الأقل. منها دول لم تصلها أي مساعدات أو تبرعات كتنزانيا وبوراندي وتشاد وأريتريا. فرغم سرعة شركات الأدوية في إيجاد اللقاح المناسب للتخلص من الفيروس، تتباطأ الجهود الدولية في توزيعه بشكل منصف للدول الأقل غنى في العالم.